ولتسليط مزيد من الأضواء على هذا الجانب ينضم إلينا مباشرة من مدينة مكناس السيد محمد القري اليوسفي أستاذ جامعي ورئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية بجامعة المولى إسماعيل. مرحبا بكم أستاذ. إذن الحماية الاجتماعية مشروع مجتمعي يروم صيانة كرامة جميع المغاربة وتحصين الفئات الهشة وتحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية، فما هي انعكاسات هذا الورش على ضمان الاستقرار الاجتماعي؟ بداية شكرا على الضيافة الكريمة. حقيقة نحن نعيش اليوم واحد مشاريع مهيكلة وهي استمرارية الأوراش الكبرى، ولكن كما أراده صاحب الجلالة عبر الخطاب الذي توجه به في 2017 نريد للمغرب أن يتجاوز التعارات والإشكاليات ديال الماضي لبناء واحد المنظومة جديدة تدخل في إطار هذا النموذج التنموي الجديد والذي لا بد أن يحقق من ضمن ما يحقق العدالة الاجتماعية. وهذه العدالة الاجتماعية لا يمكنها إلا أن تنصرف إلا عبر واحد التعميم ديال الحماية الاجتماعية وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور، على اعتبار بأن هناك علاقة وطيدة بين أحكام الدستور المغربي و هذا النموذج التنموي الجديد الذي استلهم الكثير من المقتضيات ديالو من ذلك الدستور. إذن سواء المحور الثاني المتعلق بتنمية الموارد البشرية والعنصر البشري أو المحور الثالث المتعلق بتعزيز التضامن، نراهما معا. بالنسبة للأول يركز على التغطية الصحية والتعميم ديالها وإعطاء مقترحات وجيهة من أجل النجاعة ديال هذه المنظومة الصحية المغربية، ونجده يؤكد في المحور الثالث على مسألة ديال التضامن والإدماج لبناء واحد العقد مجتمعي وعقد اجتماعي جديد بين الدولة وبين المواطنين لكل منهما واحد الالتزامات محددة. الدولة عليها أن تكون دولة حامية ترعى جميع المواطنين، والمواطنين لهم أن يتحملوا كذلك المسؤولية كاملة من أجل أنجاح هذه المنظومة، على اعتبار بأنها تقوم على مبدأ تضامن. معنى ذلك أن الفئات التي بإمكانها أن تمول هذه المنظومة عليها أن تعمل على ذلك، والفئات الهشة الغير قادرة ستستفيد مجانا من هذه المنظومة، مما يستدعي حتما تغيير النظرة وإبداء الحكمة وتوسيع القاعدة وضمان التمويل. إذن كل هذا لا يمكن إلا أن يساهم في الاستقرار الاجتماعي.